بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، من خلال برنامجنا ليالي المهرجان، هذه الليالي المتنوعة والمختلفة من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي لعام 2017 تحت شعار عمان الرخاء والنماء، حلقة استثنائية بكل ما تعني الكلمة، حلقة رواد الأغنية اليوم لها نكهة وطعم وذوق مختلف جدا بكل تفاصيلها، بكل حروفها، بكل نقدر نقول صورها، بكل مشاهدها، تعبر عن مدى حب وكذلك تطلع وشوق واشتياق لضيفنا العزيز اللي بنورنا بعد شوية على خشبة المسرح. ضيفنا لا سيرة ذاتية ما شاء الله تبارك الله عميقة في جذور الفن، وخاصة انطلاقتها من محافظة الظفار من نعومة أظفاره، وهو عاشق للمجال الفني. من خلاله تتلمذ على إيده مجموعة كبيرة من عشاق الفن وخاصة الفن العماني، وكذلك من تحت مظلته ظهر كثير من الأسماء الفنية اللي ما زالت موجودة على الساحة العمانية. أيضا من خلال ضيفنا رسم لنفسه لون وذوق خاص فيه من ناحية الكلمة وكذلك اللحن وأسلوب الأداء اللي تميز فيه خلال الأعوام الماضية، ونتمنى له إن شاء الله القادم القريب يكون الأجمل والأفضل. في نفس الوقت مؤخرا كان في رحلة علاجية خارج السلطنة، ورجع إن شاء الله بصحة وعافية بعون الله وتوفيقه، رجع إلى أرض الوطن بكل حب وشوق واشتياق من قبل جمهوره وكذلك من قبله. ضيفنا أعلننا من الأمس أنه بيكون يعني هو نجم هذه السهرة. في نفس الوقت لنا أسابيع وإحنا نحضر هذه الحلقة، وخاصة يعني يمكن أقدم شكر وتقدير لمعد البرنامج الزميل والأستاذ العزيز عارف صفرار، اللي ما يعني قصر في أي صغيرة وكبيرة إلا حاول قدر الإمكان أن يظهر هذه الحلقة بالشكل اللي يليق باسم الشخصية اللي إحنا بنتكلم فيها. قبل ما رحب فيه أحب أحيي الضيوف المتواجدين معانا، من مسؤولين من شعراء لهم التحية والتقدير، وفنانين لهم التحية والتقدير، مع حفظ الألقاب للجميع. بجد نورتوني وأسعدتوني بهذا الحضور، وأيضا الحضور المتواجد معنا في مسرح المروج، وكذلك المشاهدين المتابعين لنا في هذه الحلقة عبر عمان مباشر. أحب أذكر أن الحلقة إن شاء الله بكرة تعاد الساعة 11 صباحا، وتذاع كذلك على صفحتنا في اليوتيوب الخاصة بصفحة عمان مباشر. ضيفنا لا معزة خاصة جدا في قلبي، يعني كثير من اللقاءات التلفزيونية أو الإذاعية أجريتها له، ولكن هذا اللقاء لا نكهة خاصة وطعم مختلف. صارت يمكن لقاءات على مر السنين اللي مضت، ولكن ما زلت أحس أني قاعد أسوي اللقاء معاه لأول مرة. كثير من الصور بنظهرها، كثير من العبارات بنطلعها من خلال ضيفنا. ضيفنا أتمنى التحية، وقبل التحية أدعو له بالصحة والعافية، الفنان العزيز والغالي سالم علي سعيد. في عيونا إلى الهنا Thank you.
بلاش نعيد ونزيد. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام بعد التحية الخاصة بضيفنا العزيز. أتمنى التحية مرة أخرى لأبو هشام الأخ والصديق والفنان والأب والمحب واللي دائما نشتاق لك. الله يعطيك الصحة والعافية أبو هشام، نورتنا. الله يعافيك، شكرا. حقيقة أنا أشكر الجميع، أشكر الإخوة المشاهدين وكل المحبين وكل من اهتم فيني في اثناء مرضي محنتي المرضية. سلامات يا ابو هشام، الله يسلمك. والشكر موصول للمقام السامي، نعم، جلالة السلطان، اشكره شكر كبير. الله يحفظه يا رب ان شاء الله، على اهتمامه ورعايته لي اثناء مرضي. واشكر الشعب العماني الوفي المخلص المحب لسلطانه وشعبه وارضه عفوا. ونتمنى إن شاء الله نقضي ليلة كذا جميلة إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية، وطهور بإذن الله ومأجور بإذن الله يا أبو هشام. أسعدتنا بظلتك البهية من خلال وجودك معنا على مسرح المروج، وأشكرك شكر شخصي وكذلك باسم أسرة البرنامج لقبولك دعوتنا أن تكون معنا في هذا البرنامج. أسعدنا والله. هذا واجب، وأشكرك، أشكرك أنت كشخص. الله يخليك، شكرا يا ابو انت شكرا. انت رجل مرموق ورجل ناجح. الله يخليك، تسلم. النجاح منك ناخذه يا ابو هشام حقيقه. لا هو يعني انت تقدم برنامج، وهذا البرنامج يعني يبغي له من الرجل المتحدث، الرجل اللبق. الله يخليك، شهاده اعتز فيها، شهاده اعتز فيها. وانت يعني عندك هذه القدره وعندك هذه القدرات والجمهور هذا الطيب المحب. نعم، شفت كيف. فنتمنى للجميع ان شاء الله الصحه والعافيه. امين ان شاء الله، امين. قبل ما ندخل في التفاصيل، فريق البرنامج وعلى راسهم معد البرنامج عارف صفرار اعد لنا تقرير كثير رائع، هو مقدمه للدخول في هذا الحوار. خلونا نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير ان شاء الله نبدا حوارنا مع ضيفنا العزيز ابو هشام صوت الوطن سفير الاغنيه العمانيه سالم بن علي سعيد. نتابع. فنان يأسرك بفنه ويشجيك بعذوبة صوته ويطربك بترانيم لحنه التي تأخذك إلى عوالم الجمال والإبداع. إنه سفير الأغنية العمانية الفنان القدير سالم بن علي سعيد. من التواصل يا عيوني لك عيوني، والشي حصل بينك وبيني جازي عيوني. من التواصل يا عيوني لك عيوني.
وصل بينك وبيني جازي عيوني وقلبي شله وقلبي شله وقلبي شله شله وقلبي شله وصافي. الفنان سالم بن علي سعيد هو رائد من رواد الأغنية العمانية وسفيرها، من مواليد مدينة صلالة بمحافظة ظفار. بدأ الغناء منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وحمل على عاتقه نشر الأغنية العمانية وإبرازها على المستوى المحلي والعربي. عدت تتجمل تراعي زمان عشنا سوا، ما عدت تتحمل تقاسم الهنا كلما استوى، أشوفك أنا لي في السعادة تعيش غيرك في جوا، أشوفك أنا لي في السعادة تعيش غيرك في جوا. قدم الفنان سالم بن علي سعيد خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية للمكتبة الموسيقية العمانية والخليجية، ويعد أول فنان عربي قام بتصوير أغنية بنظام الفيديو كليب، وذلك في الثمانينيات، ومثل السلطنة في العديد من المحافل الدولية والمهرجانات الوطنية، وكان بالفعل خير سفير للأغنية العمانية. فهل يجود لي بوصلة وكل الدروب له سهلة، فعله يجي لنا علا في موعد أو على غفلة، فهل يجود لي بوصلة وكل الدروب له سهلة، فعله يجي لنا علا في موعد أو على غفلة، فبعدك نار وقربك نار وطال انتظاري بدون قرار. أنا ملهوف ولو أختار ما أختار إلا هواك. خط الفنان سالم بن علي لنفسه مدرسة خاصة، وتعاون مع العديد من الكتاب والملحنين، وحرص على أن يلحن لنفسه معظم الأغاني، بالإضافة إلى أنه نهل من معين تراثنا العريق بعضا من الأعمال وقام بتطويرها وتقديمها بصورة أجمل وأحدث. بعدته يا صولي بعدته يا صولي بعدته يا صولي قرب حمران بشوية، بعدته يا صولي بعدته يا صولي بعدته يا صولي قرب حمران بشوية. شكلت مرحلة الثمانينيات محطة فنية مهمة للفنان سالم بن علي، وذلك بتعاونه مع الشاعر الراحل الشيخ عوض بن بخيت العمري، حيث قدما خلال تلك الفترة مجموعة نادرة من الأعمال الخالدة. وقد قربت صدمة بعد صدمة، وما حد بايشيل شي غير قسمة، وما في كل مرة القسمة ترضي. في العام 2007 نال الفنان سالم بن علي وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون من الدرجة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في مجال الثقافة وإسهامه في نشر الأغنية العمانية.
بالإضافة إلى ما يقدمه الفنان سالم بن علي من أعمال خاصة فيه، إلا أنه أيضا قدم مجموعة من الألحان للعديد من الفنانين. والليلة وضمن برنامج ليالي المهرجان سنحتفي به معنا، وهو عائد إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح ولله الحمد، ليعود ويثري لنا الساحة الفنية بأجمل الأغاني والأعمال. تحية لصوت الوطن الفنان سالم بن علي سعيد أبو هشام، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك ودائما بصحة وعافية أبو هشام. الله يعافيك. إحنا من خلال هذا التقرير كله كان يعني سعي لإسعادك وفرحتك ومدى حب جماهيرك وعشاقك، أن نبين لك جانب من مسيرتك اللي ما شاء الله تبارك الله يعني تفوق السنوات والسنوات. الله يعطيك الصحة. شكراً. أنا بس أبغى أفرح قلبك بالحضور، يعني الفنان العزيز محمد بركات موجود معانا، الفنان أبو ممدوح على الرأس والعين، نورتني يا سالم محاد، شاعرنا طارش قطن الحمد لله على سلامتك، ما أشوف شر دائما عزيز وغالي، الفنان مدي المسلم، لا دائما الحضور الطيب في كل احتفالية وخاصة بوجودك معاك، ايضا مدير عام التراث جزاك الله خير على هذا الحضور الطيب، وكل المسؤولين معانا، الاستاذ احمد الحجري احسنت وبارك الله فيك مع كل المسؤولين الموجودين، بس انا خصيت الفنانين والشعراء لانهم قربهم الشخصي رفقاء الدرب ومبدوحات كان. ها نعم، الله يعطيهم الصحه والعافيه. ابو هشام، اول شيء انا اسعدني حضورك، وثاني شيء خلينا نرجع الى ايام الطفوله. نعم. وهشام لما كان عمره 5 سنوات أو نقدر نقول المولد، يعني وين كانت النشأة بالضبط؟ أنا الله يسلمك، أنا من مواليد مدينة الصلالة. نعم. وبالتحديد في منطقة المراهين، في بيت العم مولد بن رقب. نعم. الحبشي. هو يصير زوج خالتي. نعم. وعشنا فترة من الزمن معاهم في البيت مع أولاد خالتي. نعم. أنا وأخوي أكبر ووالدتي. طبعاً. أخوك سعيد الكبير. سعيد. نعم. سعيد. الله يعطيه الصحة والعافية. الله يعافيك. ترى هي الموهبة تولد مع الشخص. نعم. ما تجيك متأخرة. نعم. وإنما هي الموهبة الإنسان لما يكون الله وهبه شيء. نعم. تولد معه هذه الموهبة. صحيح. في أي مجال كان. نعم. كان فني
ولا كان هندسة ولا كان طيار ولا نعم. كان أي شيء. المهم أنك الرغبة تكون متواجدة نعم. لشيء معين. فطبعا هذا البيت ها؟ نعم. احنا مطلعين صورة البيت القديم. هذا البيت؟ اي نعم. اي هذا البيت. اي نعم. تذكر وين كنت؟ في الطابق اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا اللي فوق. اللي فوق. زين. طبعا ايام الصبا يعني لي اصدقاء هنا موجودين. اي نعم. وقد يكون بعضهم يشوفون على طريق التلفزيون. نعم. ف يعني الله يذكرهم بالخير ان شاء الله ومسي عليهم بالخير. امين ان شاء الله. كل الزملاء والاصدقاء اللي عشنا معاهم في ذاك الوقت واللي عشنا معاهم في هذا الوقت. فطبعا هي مثل ما ذكرت لك الموهبه هي اساس كل حاجه. طبعا الفن هذا موجود في يعني انت ما شاء الله من عمرك 5 سنوات وانت ميالي وعاشق للفن. لما يعني بديت اقدر ان اغني إيه وانا نعم. صغير إيه نعم. انا اذكر في واحد من اولادي إيه امير نعم. امير الله يعطيه الصحه والعافيه يعني كان يغني وهو سنه صغير نعم. كان لما يغني يبكي إيه نعم. وسنه صغير إيه عمره 4 سنوات ما شاء الله 3 سنوات ونص ما شاء الله شفت كيف ف يعني عشنا في هذا المكان في البيت هذا البيت وطبعا الاغاني الشعبيه نعم. للفنانين جمعان ديوان رحمه الله عليه ومحمد حبريش الله يرحمه نعم. وفنانين كثير يعني محليين موجودين هنا وكنا نسمع هذه الاغاني وترددونها وكنا نسمعها متداوله بين الناس نعم. نعم. فكنا نحفظها ونغنيها وكان انت وسعيد كنت ترددون سعيد اللي عرفه صوته جميل بعد صوته جميل نعم. نعم وكانت له اعماله في البدايات نعم. ف ايضا مسلم علي كان نعم. على الساحه نعم. مسلم علي عبد الكريم نعم. نقدم له تحيه بك نعم نقدم له تحيه هذا فنان كبير نعم وفنان عريق فكانت له بعض الاغاني هو صغير كان ايضا كان نعم. له اغاني كلماته من الحان نعم. حتى نعم وكنا ايضا نسمعها لانه تربطنا صداقه حميمه يعني نعم. علاقه حميمه جدا نعم مع مسلم ومع محمد واخوانه نعم. كلهم محمد هو اللي ملحن لك اول اغاني اول شيء لا او عزف لك في بصرة. عزف لي نعم. نعم محمد عزف لي في مجموعه من الاعمال اي نعم احنا بنجيها ان شاء الله في مرحله أه. بس انا يهمني فتره الصغر هذه يعني ما بين 5 إلى 7 سنوات يعني كنت تحاول بقدر الامكان حتى في رحله من الرحلات وانتوا كنتوا رايحين على ضلكوت او رخيوت تقريبا الغيم تشكل لك ان سلم موسيقي عشقك للموسيقى والفن كان في موسم خريف هذيك الايام وطبعا سافرنا نحن سافرنا ورحنا على طريق عن طريق البر حوف الى الغيضه ثم الى الشحر نعم. ثم الى المكلا نعم ومن المكلا ركبنا مركب نعم وسافرنا الى لأنه والدي كان يشتغل في نعم. دبي نعم في مار دبي وطبعا مثل ما ذكرت لما شفت اللفة اللي تلفك صوب البحر من المغسيل نعم. أول لفة تنزل تحت نعم. عند اللفة المنحني اللي يعني دخلك الشارع نعم. نظرت إلى السماء كان وقتها خريف كان غيوم لكن ما في أمطار هذيك الساعة صدق يعني قد لا يصدق هذا الكلام لما نظرت للسماء أشوف الغيوم هذيك والسحاب سلالم أسمع سلالم موسيقى أي نعم والله كنت أسمع سلالم موسيقى أيه. استغرب بهذاك النغب هذا من وين يجيك سلالم موسيقى أيه. يعني كمنجات تعزف أي نعم أي نعم وهذه فعلا السلالم سمعتها بعدين في أفلام الهندية أي نعم السلالم الموسيقى أي نعم فطبعا أنا سافرنا كانت رحلتنا طويلة أخذت فترة طويلة يعني أنا ووالدتي وأخوي وأختي الكبيرة نعم. كانت معنا نفس الشيء ولما وصلنا حوف كنا أنا وأخوي نغني على شجرة نعم. كل واحد جالس على غصن شجرة نعم. كذا ونغني أها. تذكر الأغنية؟ والله ما أذكرها ايه. فكان الله يرحمه خالي نعم رحمة الله عليه مر علينا كذا سمعكم ويسمع وقف علشان يستمع إيه. وما ادري احد من
يعني يمكن اخوي حس فيه او في حد حس منا ونظرنا كذا له سكتنا ما ما عاد غنينا قال ما بغيت قدام خالك تغنوني قال غنوا غنوا اصواتكم حلوه غنوا بس خلاص توقفنا يعني. طبعا انا اخوي كان يالف له بعض التاليفات الحان وكلمات ما شاء الله كلمات أسعيد. والحان وإيه؟ ما شاء الله اغنيه مشتاق اها مشتاق كلمات والحان سعيد لا كلماته هو كلمات سعيد اي نعم عفوا الحان هو اي نعم كلمات الله يرحمه الشيخ عوض بخيت ما شاء الله ما شاء الله يرحمه الله عليه وفي ايضا اغاني كثيره عده اغاني كانت من الحان سعيد اخوي اللي هي الا يا قلبي المهاجر كلماته هو سعيد بعدين كمل عليها الشيخ عوض الله يرحمه في الكوبليه المطلع نعم. عملت لها انا نعم. عملت لها مطلع وعملنا لها كوبليه ويا اهل الدار سلامه مجموعه من الاغاني نعم. اللي عوض بخيت رحمه الله عليه طبعا هل تحس لما كان من عمرك 5 إلى 7 سنوات او وصلت الى 10 سنوات وخالك لما استمع لك انت واخوك السعيد كنت ترددون شاهدت واستمعت لنغمات موسيقيه من خلال مشاهد السحاب في رحله نقدر نقول هل كنت بتتوقع انك توصل مرحله انك بتصير فنان وفنان معروف ومشهور ولا كانت تحسها مرحله طفوله وبتنتهي مع مرور الوقت والله يعني الانسان حقيقه يعني في انا كنت في مرحله يعني صعبه انا يعني احدد نعم. لأن كنت طفل صغير إيه؟ ولكن الرغبه كانت موجوده موجود الحلم ايوه إيه؟ الرغبه موجوده والموهبه موجوده في نفس الوقت المهم انه وصلنا الى نعم. الى المكلة ومن ثم كانت عائله بجنب البيت اللي نحن فيها كنت جالس على دريشة نعم واغني كذا اغاني اغاني نعم. معروفه أيه. مسلم علي عبد الكريم نعم. في حد البنات سمعاني نعم. وانا اغني جينا عندنا البيت نعم. فقالت لي انت كنت تغني قلت لها ايه هي تجيب لي اناشيد نعم. مال المدرسة نعم. مالهم نعم. هي طالبه بنت نعم. صغيره يعني ف كثير اشياء حقيقه نحن ما بنقدر نتحدث خلينا سعيد هل وقف طموحه بس الى التلحين والكلام ولا كان عنده رغبه انه يدخل في المجال الفني ويكون مطرب كذلك هو دخل طبعا نحن لما وصلنا الى اماره دبي نعم. استقبلنا والدي واختي الكبيره تزوجت في حوف نعم على احد من الاخوان وبقت هي مع زوجها نعم ولما وصلنا إمارة دبي يعني فترة بسيطة كذا واشتغل أخوي سعيد في 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 سلاح اللي اسمه في مدى اسمه في الجنائب العسكري في نعم في التجند في العسكرية قوة ساحل عمان نعم وفي مدرسة في العسكر في مدرسة يعني يختارون مجموعة من الطلبة أولاد صغار يعني نعم. بحيث أنهم يدرسون في هذه المدرسة ومن ثم إذا كانوا شطار مثلا يرسلونهم إلى بريطانيا أي نعم. كملوا دراستهم أي نعم. ممتاز. وفي كثير من الإخوان كانوا يدرسوا هناك فأثناء دراستي في هذه المدرسة فكنت أغني في الأولاد الطلبة كانوا يقولون للمدرس هذا يغني يعرف يغني صوته حلو فكانوا في قاده هناك ضباط اي نعم وفي مقدمين وفي رواد نعم يدرسون في الجانب الثاني اي نعم فجاني المدير مدير المدرسه اي نعم فقال لي سالم تعال جيت قال لي غني انا طبعا يعني ما اي نعم يعني طالب توك صغير ايوه كيف اغني؟ ايه قال لي غني اللي تغني انا احفظ كنت اغني اغنيتي هذه يقول أغنية مصرية النشيد الوطني أو الجمهوري الوطني اللي يقول بلادي بلادي أيوة مصري أم البلاد هذه فغنيت لهم هذا فصفقوا لي طبعا فبعدين رجعت للصف بالنسبة للمرأة يعني هذا كان الأول مسمع سمعته مدير المدرسة كان النشيد الوطني المصري أي نعم ومن خلاله قدر يعرف صوتك ويحس أنه عندك حس فني يعني بالإضافة إلى طلاب المدرسة يعني
بعض الطلاب هناك زملائي وهذا يكلموني وغني لنا. يعني كنت انت نجم المدرسة من صغرك ما شاء الله. معشوق الجماهير من الطفولة. تسلم تسلم. الله يسعدك يا ابو هشام، دائما ما شاء الله وين ما تحط رجلك الا دائما نجم. الله يسلمك. ودائما صافي ودادك. صافي ودادك. وبنعيش مع هذه الأغنية ونرجع بعد الفاصل. تحية. صافي ودادك عذبي مزيون دوم الوقت حالي حلوة النسايم لطيف الشوق والأشجار. صافي ودادك عذبي مزيون دوم الوقت حالي حلوة النسايم لطيف الشوق والأشجار. أحبك 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 من روحي قربك بقربك. أحبك 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 من روحي قربك بقربك. آه لو تدري بحبك في صدري. آه لو تدري بحبك في صدري. مكانا التواصل يا عيوني لك عيوني. وشي حصل بينك وبيني جازي عيوني. زين التواصل يا عيوني لك عيوني. وشي حصل بينك وبيني جازي عيوني. وقلبي شلها قلبي شلا 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 قلبي شلا. زين التواصل يا عيوني لك عيوني. وشي حصل بينك وبيني جازي عيوني. زين 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 التواصل يا عيوني لك عيوني. شي حصل بينك وبيني جازي عيوني. وقلبي شلها وقلبي شلها وقلبي شلها شلها وقلبي شلها. وصافي أحبك 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 من روحي قربك بقربك. أحبك 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 من روحي قربك بقربك. آه لو تدري بحبك في صدري. آه لو تدري بحبك في صدري. مكانا كنت رايح وغادي وأسر الليالي الطوال. لو بيدي بوعدي كنت أنزعك من فؤادي. ما كنت رايح وغادي وأسر الليالي الطوال. عذبي طبعت حلا كنت كل المال. عذب عذبي طبعت حلا كنت كل المال. لو بيدي بوعدي كنت انساك من فؤادي. ما كنت رايح وغادي
وأسر الليالي الطوال. صافي ودادك من الأغاني الجميلة والرائعة للفنان العزيز اللي منورنا صوت الوطن سفير الأغنية العمانية الفنان سالم بن علي سعيد، حياك الله مرة ثانية. الله يحييك. واليوم سهرتنا ممتعة بالحضور الطيب اللي عطر هذا المكان، الشاعر حسن المعشني لك التحية والتقدير، الأستاذ إبراهيم المنذري، وفي نفس الوقت الإعلامي والعزيز والفنان محسن الفقيه، حياك الله، وصاحب الابتسامة والطلة ودائما حضوره مميز بوهاني، حياك الله الفنان عمر جبران، يا مرحبا فيك. يعني بصراحة أنا يعني أغبط نفسي على هذه الحلقة المميزة وقبول ضيفنا، بصراحة أنه كرمنا أنه يكون موجود معنا في خلال هذه السهرة، أن نعيش معه لحظات كثير رائعة في سيرته الذاتية. كل التحية لك يا أبو هشام. الله يسلمك. الله يخليك. أنا سعيد جدا. أنا سعيد. يا نجم كل الفصول، المرحلة الدراسية نجم، المرحلة نقدر نقول الشباب وبداية كذا نقدر نقول أنه يكون لا ظهور مميز أيضا كان نجم، في داخل وخارج السلطنة نجم، بس أنا على أيام المدرسة هذه عجيبة بصراحة، جد 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 من الصغر يعني، لا لا أنت أسر القلوب العذارة زي ما يقولون. حياك حياك يا أبو هشام. خلينا شوي ننتقل مرحلة متقدمة في فترة السبعينات وظهورك على خشبة مسرح، اللي عرفته أنه حتى عملت بروفة سريعة كان في حفل مع محمد عبد الكريم، وبعدين هو اللي عزف لك العود على أغنية، بعدين أنت غنيت أغنية لطارش قطن، عفواً لأيوب طارش على آلة العود، أنت مسكت العود بعدين وغنيت في 79 أعتقد أو شيء زي كذا. لا في حفل؟ في حفل. لا ما أعتقد. أنا خلينا زين أتأكد من المعلومة. لا المعلومة. بدال الاحتفالات. لا 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 هي معلومة جاتك. زين يلا. هي مسألة. بروفة كانت هذه. كانت بروفة. بروفة أي كانت بروفة. يعني. احكي لنا هذه المرحلة كيف كانت. بحكي لك أنا أيضا بغيت أرجع لك إلى حاجة ثانية. ترى أحيانا الكلام يتشتت. لا لا الله يعطيك العافية. طبعا لا. هي في تقريبا 1970 لما تولى مولانا مقاليد الحكم في عمان، طبعا قتنا الأخبار فعلى طول، يعني أنا درست تقريبا ما كملت 3 سنوات، نعم، يعني السنة الثالثة هي اللي جانا فيها الخبر إنه تولى مولانا قائد الحكم، فسافرنا على طول، جينا إلى مسقط ثم أنا ووالدي ووالدتي وأخوي، وبعدين جينا إلى صلالة، ولما جينا لهنا كنت صغيرة أيامها، التحقت بفرقة صلاح الدين. نعم. فرقة نعم. الفرق الوطنية الفرق الوطنية التحقت بفرقة صلاح الدين، كان أحد من أهالي يعني أحد من أولاد خالتي كان هو قائد الفرقة، وأولاد خالتي كانوا موجودين في هذه الفرقة وانتسبت لهذه الفرقة. أثناء وجودي في المركز كان الله يذكره بالخير واحد من الإخوان اسمه مسلم عساس، نعم، مسيه بالخير الله يعطيه العافية، فهذا الرجل هو شاعر يكتب له يعني بعض الكتابات، فكنا جالسين على قمة جبل ونطل إلى مدينة الصلالة كده. هذا الكلام في تقريبا 72، نعم تقريبا في هذا لا استغفر الله في 72 في 74، نعم ما قبل 74 في نفس الفترة يا قريب، كان عيد الوطني الرابع، نعم، فقال لي هذا الشاب، قال لي أنا أكتب بعض الكلام، إيش رأيك نحط كلام وطني تغنيه؟ قلت له تمام على بركة الله، حط الكلام على واللحن كام ركبت؟ لحن من لحن يمني، يعني ركبت الكلام على اللحن، ركبنا الكلام على اللحن، وواحد ثاني عاطفي، حلو نفس الشيء ركبنا عليه كلام، فلما رحت الإجازة إلى المدينة
رحت انا ومعي واحد من ابناء عمومتي على دراجة. اي نعم. ورحنا الإذاعة كانت قديما كانت صندقة تقريبا. الإذاعة قديم. في نفس الموقع ولا موقع؟ لا 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 هذا لا قريب على الموقع. اي نعم. فضربنا يعني الباب جرس الباب وطلع علينا الله يرحمه شيبوب. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. فقلت له قال ايش بغيتوا؟ لا جالسين ولا اطفال صغار يعني. فقال قلت له اريد نسجل. قال زين قال شفت هذيك الاذاعه بعد كم من يوم بتفتح. اي نعم. وقدم فيها. اي نعم. قلت له رحت لما انفتحت الاذاعه. اي نعم. رحت انا والشخص نفس الشخص. نفسه انا وياه. بالعمل الفني هذا الجاهز. اي نعم. لا مو للشعر. اي نعم. بين باكر. واحد من ابناء عمومتي. ابناء عمومتي. اي نعم. على الدراجه. على الدراجه. حلو. دخلنا. دراجه ناريه ولا هوائيه؟ لا ناريه. ناريه, نارية زين. كان هناك دخلنا المكتبة. اينا. تنسيق. اينا. بعدين أنا اشتغلت فيها. سبحان الله. اشتغلت فيها. سبحان الله. حصلت والله ما أدري أشياء عاشور. نعم. قدح أو شيء ما أعرف. نعم. والله. ومعه بنت كانت مذيعة أعتقد. نعم. اسمها منيرة منيرة عبد الله. نعم. أخت زينب عبد الله. نعم سبحان الله. نعم. فقلنا لهم بغينا نسجل. أينا. عندكم في الإذاعة. المهم الشاب هذاك راح خبر مدير الإذاعة. أينا. وقال له في هنا شاب ولد بغى يغني يسجل أغاني وطنية أغنية وطنية. أينا. كان حمد كان الله يذكره بالخير. كان حامد. أينا. حامد عبد الله. أينا. كان هو مدير الإذاعة. سبحان الله. ف قال له من الولد؟ قال له واحد هنا. قال له هذا ما يعرف يتكلم عربي زين. هذا أول مرة يشوفك. إيه قال هذا ما يعرف يتكلم عربي كيف يغني؟ وفعلا هذيك الأيام كانت اللكنة يعني اللكنة يعني مش لهذيك الدرجة. هو حامد الله يذكره بالخير هو لما يكلمك كان يتكلم قبالي. هو اللي بينتقدني أنا. فجاني الرجال اللي راح لعنده هناك فقال قال لي ما في تسجيل نحن على عيد وطني. اي نعم. فرحت البيت حصلت سعيد اخوي قلت له قال سجلت شيء؟ قلت له لا والله المدير هناك يقول لي هذا ما يعرف يتكلم عربي كيف يغني. راحوا بطريقته قال عنده حامد ترى رجل طيب شخصية طيبة. لا الصحة والعافية. نعم. فكلموا قال له أخوي نبغى يسجل أغاني. إيه. عشان العيد الوطني قال له يا أخي أخوك يمكن كلموا بهذه الكلام نفس الكلام. إيه. قال له أنت أصلا تعرف تكلم عربي؟ عليه هو عليه على سعيد. لا على حامد سعيد على حامد. أيوه. وضحك منه قال له خلاص بنسجلكم أو سجلته يعني كلمنا محمد علي عبد الكريم على إيه وعلى آلة عود على آلة عود إيه عود ويقاع ممتاز وكان محمد عبد الكريم وكان محمد أي نعم مثل ما قلت لك نحن تربطنا علاقة أي نعم يعني حميمة كثير ببعضنا البعض من أيام بس أنا هذه الجزئية أنت لما جلست الحين كنت غنيت أيام المدرسة غنيت أنت وأخوك سعيد على شجرة وشافكم خالكم بس لما تدخل استوديو وميكروفون غير كيف تعاملت مع هذه التقنية؟ تعرف وعيد وسجل وريل كان قبل نحن طبعا هذا الكلام ما كان عندنا في السابق عندنا كان تسجيلات النوبي اي نعم وتسجيلات الفن كنا نمسك يعني جلسة اي نعم ايقاعيين الكورال موجود وانا مثلا اعزف العود واغني الاغنية اذا في خطأ اي نعم نعيد من اول نعيد الاغنية من الاول بس هذه الاغنية لما سجلتها الاغنيتين كيف سجلتها؟ اي اغنيتين هذه الاغنيتين اللي سجلتهم في الاذاعة على طول سلكت معي برا يلا صح على طول وانذاعت بعدين في الاذاعة سمعتها ايه حلو بعدين اذاعوا الاغنيتين عاطفية ووطنية ممتاز زين الالحان والاغاني يعني متى بديت انك تعمل لحن خاص لك يعني او تاخذ الحان من فنانين؟ انا اذكر انه محمد علي عبد الكريم نعم عمل لي لحنين نعم اغنيتين عاطفيات
وأغاني الحان جميلة جدا. أيامها سجلت 6 أغاني بعد ال بعد ال 84 74 شاركت في حفلة في ميدان الاحتفالات في ميدان الاحتفالات في القديم اللي قدام قديم الجامعة أي قديم في منطقة متر رواس أي نعم جامع الرواس جامع الرواس مدينة صلاة الوسطى قدمت أغنية وطنية بعنوان يا أمة الخير كانت من كلمات مانع بن سعيد الكثيري نعم الله يذكره بالخير وألحان الله يذكره بالخير نعم مسلم علي عبد الكريم الله محمد ما كان موجود أي نعم كان سعيد بن فرج الله, نعم. الله يرحمه الله يرحمه فقلت له الحين محمد كيف الحين محمد مش موجود هنا كيف يعني بعزف قال أنا بعزف لك جزاه الله خير عزف لي الأغنية سجلنا في الحفلة كانت حفلة غنيت أغنية وتلتها تسجيل بعض الأغاني في 76 اتصلت بمدير تلفزيون غانم بن سالم الرواس الله يذكره بالخير نعم الله يذكره بالخير ويعافيه إن شاء الله فكلمته على أساس أنه أريد أسجل بعض الأغاني فكان أيضا هو له صديق هو أيضا تكلمني أنا نعم رحمة الله عليه سالم بن فرخور مسلم نعم كثير الله يرحمه الله هو يعرف أصدقاء نعم نعم فكلموا على أساس أنه يتعاونوا معي في تسجيل بعض الأغاني فطبعا لبوا سجلت معهم أول أغنية أنا عملتها من ألحاني نعم طبعا ما كنت أعزف إيه هي اللي طابت ليالينا كلمة سالم بن ناصر الحبشي نعم العامل ومن ألحاني نعم. وسجلت تقريبا أغنيتين اللي هي من محمد علي أغنية واحدة منها عفوا نعم. أغنية واحدة زايد أغنية وطنية كلمة سالم بن ناصر نعم. بس لحن يعني يمني معروف لحن معروف لحن معروف إيه. يعني سجل 6 أغاني زين يعني في عندي عتاب الزمن حياتي يا روحي موكب الفجر الجديد في هذه كلها كانت من الأغاني اللي هذه كل مرحلة نقدر نقول كانت هذه كانت في يا موكب الفجر الجديد وحياتي يا روحي نعم هذه كانت في 89 نعم. أحيانا حفل في نفس الموقع أي نعم فكانت الحفلة ناجحة كثير وكان الجمهور كان مستمتع بهذه الأغنيتين تقريبا وكان ايضا زميلي وصديق دربي ايضا سالم بن محاد الله يكثر التحيه ابو ممدوح الله فكنا نحن مع بعض دائما فكنا دائما مع بعض في تسجيلاتنا نعم وفي في اعمال مشتركه بينكم دوسي يعني نعم في اعمال نعم مشتركه نعم نعم وحقيقه نحن تربطنا صداقه حميمه جدا ونحن اكثر من اخوه نعم يعلم الله ونحن ترى نحن ما عندنا الـ 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 التنافس التنافس اللي فيه كراهية نعم لا نحن عندنا تنافس شريف في المحبة والود من المحبة أنت وهذا دليل الحضور الطيب المتواجد نعم معنا أي والله هو لما يقدم عمل حلو جميل أنا أحاول أن أتشجع حيث أن أقدم عمل أي صحيح اللي ينافس سالم ينافس سالم وهكذا ظلينا على هذا الحال نعم. ونحن من ذاك السنين وهذا نحن يعني بين هذه المحبة والأخوة وما تغيرت علينا أي شيء اللهم أديمها يا رب إن شاء الله اللهم أديمها يا رب زين كان في همزة توصل بينك ونقدر نقول هذه مرحلة كذلك في حياتك بينك وبين الراحل الشاعر عبد الله بن صفر العامري هو حماد الغافري نعم. اذكر شوي هذه المرحلة كيف كانت هذه أيضا تعتبر نقلة نوعية نعم هذه 79 بعد الحفلة والله كان شخص ما أذكر الشخص قال لي يا سالم يقول لك في رب ضارة نافعة نعم فقال لي يا سالم سمعت أنه في حماد ما أخذ في خاطره عليك نعم قلت له ما أخذ في خاطره خير إن شاء الله تعرف أنت زمان كانوا يداومون الإعلام مكتب المدير الإعلام نعم. كان في عند القصر أي نعم فوق القصر قريب المبنى الحالي يعني تقريبا فرحت لحماد مسي بالخير اذا كان يشوف الله يعطيه الصحه والعافيه هذا رجل له فضل بامانه نعم. يعني جيت لعنده سلمت عليه فكلمته قلت له يا ابو حمد انت ما اخذت شيء علي في خاطرك اي نعم قال لي كيف ما اخذ علي قلت له في حد جاني كلمني قال انك انت ما اخذ علي شيء
قال تقدر تجيب لي اياه؟ قلت له لا والله ما بجيب لك اياه وما بغينا مشاكل ابدا. قال لي هذا الكلام ماشي، وعلشان اثبت لك اثبت لك معزتك معزتك عندي دقيقة واحدة، يرفع السماعة واتصل بعبد الله بن صخر العامري رحمة الله عليه الشيخ عبد الله، فكلمه وقال له أنا عندي واحد من الشباب عنده الرغبة في أن يقدم بعض الأعمال على موسيقى وهكذا، ممكن تحتضن الرجال؟ قال له خليه خليه يتفضل جيته جزاه الله خير أبو محمد، حجز لي في فندق، وطبعا هم خاطبوا وزارة الإعلام، هو كان مدير عام وزارة الإعلام، خاطب ديوان البلاط لأنه الفرقة كانت الفرقة الفرقة الشرقية الخاصة لجلالة السلطان، وإذا مثلا يريدوا مثلا استعانة فيها استعانة بها من خلال رسالة رسمية خاطبوا فيها، ففعلا الجماعة جزاهم الله خير إنهم موافقوا، سجلت عتاب الزمن عبد الله بن صخر كم ليل قد عشنا سوا، وبعض الأغاني لسان بن ناصر الله يرحمه، حياتي روحي هلت ليالينا وغنينا وشاقني قرب الحبيب. شفت كيف كل الأغاني هذه الحاني كلها ما عدا شاقني قرب الحبيب، هذه أغنية من الحان اليمنية. فلذلك يا واحد ينسب حق، كل واحد له حق يعني، سبحان لما تاخذ انت صحيح لحن الناس. من شخص نعم. او من بلد معين نعم. تنسب هذا اللحن صح لصاحبه لصاحبه نعم وهذا شيء مو غريب عليك ابو هشام. احنا كذلك نبغى نعرض كل تفاصيل لحظه استقبال صوت الوطن الفنان سالم بن علي سعيد، لحظة وصوله إلى أرض السلطنة بعد الرحلة العلاجية، في مشاهد خاصة لبرنامجنا ليالي المهرجان. نشكر القائمين على التصوير ومونتاج هذا العمل، طلال براكة، زياد الشحري، وعبد الله عبيد، وعبد الله تبوك. بنشاهد هذه الأعمال، وبعد هذا الفيديو بيكون عندنا سؤال لضيفنا العزيز، كيف صار اسم سالم علي سعيد؟ هذا الاسم الفني كيف تكون؟ تابعوا هذا الفيديو وبعدها لنا رجعة. والله أنا محبيني ما أقدر أوفيهم حقيقة بكلمة الشكر، يعني هم يستاهلون أكثر من هكذا، ولكن أنا أقول شكرا جزيلا لكل العمال لأنهم كانوا مهتمين بحالتي وعلى رأسهم مولانا جلالة السلطان، ربنا يديم عليه نعمة الصحة والعافية. كلنا فرحنا، والشعب العماني والعربي والخليجي كله فرح بعودة سالم بن علي، لأنه مثل ما ذكرت لك رجل يستحق ويستحق السلامة، والحمد لله على وصوله إلى البلد سالم غانم، إلى أولاده وإلى أهله وإلى جماعته. يعني في هذا اليوم وصوله بالسلامة أنا فرحان كثير وسعيد والله. مسافر لين المسافر طا جناح ولا لما طاع ينزل. صراحة لحظات حميمية ورائعة لا تنسى في هذه المشاهد اللي شاهدناها، وكذلك لحظة وصوله إلى مطار مسقط الدولي. زي ما قلنا لكم أنا عندي سؤال كثير رائع
لفنان أبو هشام وهو تكون هذا الاسم. أنا بأخذ من عندك الإجابة بس بعد الفاصل. ناخذ الفاصل ونرجع. معاني الود حدا للعتاب، سقيت أزهارك أنين الشوق من نهر العذاب. لكم مشاهدينا الكرام متابعينا عبر عمان مباشر، تحية أكبر للحضور اللي عطر مسرح المروج من أسماء فنية وشعراء لهم التقدير والاحترام وإعلاميين ومسؤولين عشان يكونون في حضرة ضيفنا العزيز الغالي الفنان العزيز الغالي سالم بن علي سعيد أبو هشام. لك التحية والتقدير يا أبو هشام. تشكر وأنتم كذلك لكم التحية والتقدير. أيضا إحنا فرحة باستقبال ضيفنا العزيز باسم البرنامج، قدمنا بس كذا تحية نحلي على قولة أخوان المصريين نحلي بقى بقالب من الحلوة. كل الشكر للقائمين على برنامج ليالي المهرجان على هذه الهدية الطيبة، ويعطيكم العافية يا جماعة. ونرجع، يمكن سمعتوني قبل الفاصل كنت أتكلم وأقول التسمية الاسم الفني هذا كيف تكون، من عرف القصة كيف صارت، كيف صار الاسم؟ هل أحد اختار لك إياه ولا أنت اخترته؟ إيش سالم بن علي سعيد هذا الاسم كيف صار؟ هذا أنا اخترته. أنت اخترته، أنت سويته كذا بشكل فني خلاص إنه يصير. خلاص يعني أنا لما سجلت حطيت طلبوا منك الاسم، حطيت اسمي الحقيقي. إيه نعم، لأنه في ناس يحطون أسماء مستعارة. فأنا ما حبيت هذا. نعم. وبعدين في بعضهم يحطون مثلاً اسم على قبيلة. إيه نعم. وأيضاً هذه نقطة أيضاً بالنسبة لي غير مستحب. إيه نعم. هو بصراحة اسم فني. جد والله يعني سالم علي سعيد اسم فني وسر الابتسامة. يمكن في كثير من الناس ما يلاحظون هذا الجانب في أبو هشام. ترى هالإنسان ابتسامته جميلة جدا جدا جدا، الله يعلم مدى لما يبتسم كيف يشرق وجهه. تسلم. الله اي والله جد مش مجاملة، احنا في عالم الفن يقولون هذا فوتوجينيك. الله يسلم. تعشقك الكاميرا يا ابو هشام، ولكن انا ما ابغى اهيج عليك المواجع، ولكن انا لاحظت واحنا ننزل التقرير، انا ما بغيت اسالك في هذيك اللحظة، قلت حتى تهدى شوي. في مقطع في التقرير احنا نزلنا أغلية سلامي يا رسولي، انت في هذه اللحظة دموعك الغالية نزلت. تسلم الله يحفظك. ابغى اعرف ايش السبب. هذه الأغنية ذكرتني بالأخ والصديق رحمة الله عليه الشيخ عبد المخيط الله يرحمه. هذه الأغنية سجلتها في القاهرة موسيقيا وركبت صوتها في الكويت ولقاءات في الكويت. نعم. سنة كم كانت هذه؟ التسعين. تسعين. في بداية التسعينات. فاستقبلني في المطار مسقط. وحتى هناك شريط لا تبكي. هذه الأغنية في شريط لا تبكي. نحن سبق وسجلنا 6 أغاني. أي نعم. وبعدين عقدوني بعض الإخوان. أي نعم. فشليت 3 أغاني. نعم. فقلت العوض أريد نغير، بغينا 3 أغاني جديدة. اي نعم. فأعطيته للحان وركب عليها. ركبت الموسيقى في القاهرة والكرار ركبته، بعضه في القاهرة وبعضه في الكويت واللقاءات. وطبعا هذاك التسجيل الأولاني هذاك عملنا خيبة أمل. نعم. في لندن هذا كان؟ لا لا لا.
في القاهرة كان. في القاهرة. أيوة بعدين أنا ما كنت راضي على العمل. تسجيل إنه الفرقة كانت بعدين اللقاءات ما كانت بالشكل المطلوب. أعدت تسجيلها مرة ثانية. فعدت لا يعني غيرت أغاني ثانية. أي نعم. لأنه أغاني هذيك شوية بطيئة كذا. أي نعم. بعدين عقدوني بعض الإخوان أنا أقول من الناس ذا حتى كاني أرق ما صرت أنام والله. إذا إيش رأيك نعيش شوي مع الأغنية؟ أه؟ نسمع شوية الأغنية. لا خلينا أكمل لك الحديث. إذا تفضل. ولما جيت إلى مسقط استقبلني في المطار قلت له الآن بإمكانك تسمع. أي نعم. أنت راضي هذه اللحظة على تسمع؟ أنا راضي على العمل. قلت له الآن اسمع. أي نعم. حط الشريط. أول ما دخل مدخل الإيقاع سلامي. أول ما دخل اللقاء مسكني وسلم عليه. الله الله يرحمه. قلت له الحين قال أنت راضي؟ قلت له كل الرضا. نعم. خلاص. نعم. وفعلا الشريط كان من أحسن الشرطة. نعم. كان نعم. شريط ناجح كثير. نعم نعم. كم أغنية كان في شريط؟ في ست أغاني. ست أغاني. خلونا نسمع جزء من سلامي يا رسولي ونرجع نكمل حوارنا مع ضيفنا العزيز سالم بن علي سعيد. نسمع. أشرح لك ظروفي وانت أدرى أحبك حب فاق الوصف ذكرى وعهدي فيك وعدك دوم توفي يا رسولي يا حبيبي وكل الوالدين ما عاد ينسي أنا بعاتبك يا زين مرة وأشرح لك ظروفي وانت أدرى أحبك حب فاق الوصف ذكرى وعهدي فيك وعدك دوم توفي يا رسولي يا الجميلة والرائعة للفنان سالم بن علي سعيد وكذلك الشاعر الراحل عوض بن بخيت العمري. أرجع مرة ثانية إلى التعاون والمعرفة. 82 تعرفت على الشيخ عوض بن العمري. 79 وبداية العمل الفني في 82. لا سجلت له بعض الأغاني على جلسة على عود نظام جلسات. يعني جلسات مع الإيقاع والعود بعض يعني مجموعة من الأعمال. ولكن هناك قبل ما أغني العوض بخيت رحمة الله عليه هناك أيضا في شعراء سبقوه هنا. سبقوه في المجال هذا يعني غنيت لهم. يعني غنيت أول شعر ذكرت لكم إياه اللي هو مسلم عساس. نعم. في أغنيتين وبعدين مانع بن سعيد الكثيري. نعم. غنيت له في 75 يا أمة الخير. وبعدين غنيت له بعض الأغاني العاطفية. نعم. هذه شهيد في حب ليلة. نعم الله. وفي 79 غنيت له يا موكب الفجر الجديد. الله. للمانع بن سعيد الكثيري وكلمات أيضا أغنية حياتي يا روحي. الكلمات
سالم بن ناصر الحبشي رحمه الله عليه، الله يرحمه ان شاء الله. فلقينا هذه الاغنيتين استحسان الجمهور، وبعدين مثل ما ذكرت لك سافرت الى مسقط وسجلت مجموعه اغاني في 80 80ات عتاب الزمن من هذا، وفي 81 نفس الشيء سجلت مجموعه اغاني مع نفس الفرقه. وفي 82 قدم لي دعوه الشيخ عوض رحمه الله عليه الى لندن، اكيد الى لندن. ف طبعا في 82 يعني انا سبق لي وان سجلت اغاني موسيقى يعني مش جديده علي الفرقه يعني موسيقى وكذا. ولما جيت لبريطانيا طلعنا انا وياه ليله من الليالي بالليل، رحنا ملها اسمه ملها الفينوس، كان يغني فيه طلال، طلال مداح رحمه الله عليه، وفنانين دول الخليج. فروحنا لهذاك المكان، فكان عازف كمانجا واحد من الإخوان المصريين، فقال لي اختار الشخص اللي تبغاه من الموسيقيين علشان ينوت يعزف معه، ينوت لبعض الأغاني الأربعة، عندي أربعة أغاني. فقلت له أريد هذا الشخص اللي يعزف الكمانجا. يعني كان الاختيار موفق، لأنه فعلا هذا الرجل يعني أحسن موزع مصري تعاملت معه هو هذا الشخص. ممكن نعرف اسمه؟ اسمه أشرف السركي. نعم. هو في أغنية لك يوم. نعم. هو اللي كان يعزف الكمانجة. كان يعزف الكمانجة. آه. يعني طبعًا هو بعض الأغاني هو وزع لي إياها، بعضها أنا أوزعها موسيقاي. ومن كثرة ما هو يحب يحط موسيقى، أحيانًا يقول لي يا أخي أنت خليني أضيف معك حاجة أعطيه في بعض الأماكن. ولكن الحمد لله أنا قادر أن أحط موسيقاي وأحطها. الحمد لله. إذا إيش قصة التركات هذه؟ قصة التركات. أيوة خلينا أكمل لك. أيوة السالفة. أقول لك اخترنا أشرف السركي يكتب لنا النوتة. جاني ثاني يوم. جاني في الفندق. كنا ساكنين في فندق الهيد بارك. جانا الساعة 5. أعطيته للحال. كتبت. نوت الموسيقى. كتب الالحان في واحده من الاغاني انا وزعتها، يعني نزهه النفس. انا حط موسيقى وهو حط والثانيه يمكن خاف الله يا زين لابد لك من يوم. ممتاز. اعتقد هذه ايضا اللي فيها شيء. المهم انه سجلت الاربع الاغاني. حلو. خلصت. طبعا بعد ما اعطيت الرجال الاول الاعمال نوتنا، كان هناك خالد بن حمد. نعم. السيد خالد. نعم. فكان دائما كان يومين يجي لعندي. نعم. يومين. كل يوم يجي لعندي. نعم. هو من الناس اللي يحبوني. نعم. حتى هو يعني التحية السيد خالد بن حمد. نعم. التحية أبو حمد. حتى قال لي أنا أحب اثنين. نعم. في دول الخليج. نعم. أنا أحب اثنين، أنت من عمان. نعم. ومحمد عبدوه من السعودية. نعم. الله يبارك. جزاك الله خير. طيب. جيت تسجيل. نعم. وصلنا الاستوديو. رحنا الاستوديو الساعة 9 المساء. راح معنا هو. نعم. يعني قال أنا أريد أحضر معكم. فجينا الاستوديو. استوديو طبعاً في الكنترول فوق. نعم. طابقين. طابقين. وتحت الاستوديو استوديو كبير. والكنترول فوق. أيوة الكنترول فوق. ومهندس بريطاني. نعم. بس جودة يعني. متخصص. نعم. نعم. ف قال كأنه أشرف خبر شيخ عوض، قال له ترى هذا نحن بنركب الموسيقى والإيقاعات والكورال، بعدين سالم يركب الصوت. يركب الصوت. قال عندي عوض رحمة الله عليه. الله يرحمه. قال لي سالم هذا الرجال خبرني، قال له تسجيل أول موسيقى بعدين الإيقاعات. بعدين قلت له هذا بغى يضحك علينا. قلت له هذا بغى ينصب علينا، ونحن ما نفهم ما نعرف التراكات. كنا متعودين إلا الفرقة كاملة على طول. أما هذا موسيقى بعدين إيقاعات. نعم. بعدين كورس. قلت له نسجل حي. أيوة بصر. ها صريت أن أغني حي. أيوة. فعملوا غرفة للإيقاع. أيوة. الإيقاعيين عملوا غرفة للكمنجات. أي نعم. وعملوا غرفة لعزف العود. أي نعم. صولو. أي نعم. وغرفة
وزعوا الفرقة يعني. وزعوا الفرقة كل حد في مكان. طبعا عشان الصوت والصدى. عشان ايوه. وغنيت معاهم حي على طول من التسعة إلى الساعة واحدة الظهر. ما شاء الله. إلى يوم الثاني. اليوم الثاني من تسعة الصباح. من تسعة المساء. المساء إلى ثاني يوم واحدة الظهر. واحدة الظهر. ما شاء الله ما شاء الله. فالعملية مش سهلة. صحيح. الناس كثير يعني ماخذين الفن. صحيح. هذا شيء يجي يركب في النص دقيقة بسيط وحاجة يعني سهلة وما فيها تعب ولا فيها شقة. يقول لك الفنانين مرتاحين. نعم. الفنان يجلس، نحن نجلس في الاستوديوهات، وهذا الفنان سالم بن بحات يعرف. نعم. ومحسن يعرف، ومدين بن مسلم وعمر كلهم. نعم. يعرفوا هذا الفنان. نعم. نجلس من الليالي. صحيح. في الاستوديوهات. والدليل ان في اغنية عيش سعيد خذت منك 5 ايام تصوير. تصوير خمسة ايام صورتها في رزات. يعني بعضها في الحديقة. اي نعم. وبعضها شلتنا الطائرة. هيليكوبتر الى فوق لانه. نعم. ما في طريق. اي نعم. شلتنا، اخذوك بالهليكوبتر، حطتنا على القمة الجبل. الله. وبعد ما خلصت من هناك شلتني الى 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 طاقة. شفت اسمه ايش؟ على السفح. هذاك الجبل. اي نعم. حطوني هناك. ما تشوف الاشارات. الله الله. كنت مغامر يعني يا ابو هشام. شفت كيف؟ فاعطرا وجه تحية اللي بحقق. نعم. محمد سالم، ترى هذه الأغاني والله سبقت يا أبو شاب. نعم. يعني أغلب أغانيك خاصة للتصوير في محافظة فار كانت كلها من إخراج أبو أسامة مخرج برنامجنا ليالي المهرجان. نعم. للتحية أبو أسامة، يستاهل يستاهل. هذا الرجل مبدع، صورت معه كثير من الأعمال. نعم. وكانت ناجحة كثير، صور حتى للفنانين الآخرين وكل أعماله كانت ناجحة. في أغنية أنت صورتها في لندن، كل ما في الأمر ليلة. كل ما في الأمر ليلة. نعم. أنا صورت أغنيتين في لندن، كل ما في الأمر ليلة. ويا صولي. بس ما دعوها. اي نعم. وكل ما في الأمر أيضا جاهزة وما دعوها. اي نعم. وصورت مسافر وللآن ما نزلت. نعم. مع سابكو. اي نعم اي نعم. وصورت البلبل الشادي. مع سابكو. نعم. سر قلبي. أها. نفس الشيء. نعم. وصورت جاهزة. نعم. أذكر في لما كنت في مطرح، سوق مطرح. نعم. اصور اغنيه سر قلبي. نعم. من كلمات الله يرحمه عبد الله بالصخر العامري. نعم. لما يقول المخرج اكشن. نعم. يدخل واحد، لا خسالم كيف حالك؟ اسلم عليك. ايه بالجمهور داس. كيف حالك صغير؟ يقول الحمد لله. يوقف. نعم. خلاص جاهزين. خلاص جاهزين. يجي واحد من هناك يقول اكشن، يدخل الثاني. كيف حالك؟ كيف حالك؟ يعني اكثر من 3-4 مرات. هاي من محبة الناس يا ابو هشام. جزاك الله خير. خلينا الحين نعيش ونعيش الناس مع عيش سعيد وناخذ مشاهد منها ونرجع نكمل حوارنا مع ضيفنا العزيز سالم بن علي سعيد. تابع. لا ما تغير ذا الشعور. لما تغرقت لما معي بهدى لحبك شيء جديد، لا يكفي ما شفت بما أرجو المزيد. كلما تغرقت لما معي بهدى لحبك شيء جديد، لا يكفي ما شفت بما أرجو المزيد. في عيونه إلى الهنا والحب معه، في عيونه إلى الهنا والحب معه، سهل الحلال سهل الزمان إلى Thank you.
فهل يجود لي بوصلة وكل الدور. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، يعني ما تتخيلون كم المواد الموجودة عندنا وكم من المعلومات والأسئلة، وقاعد نسابق الوقت عشان ناخذ كل نقدر نقول الزهور في هذا البستان الموجود قدامي من محتوى، وهذا الكنز اللي يحتوي على الكثير من الجواهر الفنية. نرحب ونحيي عزيزنا والغالي الفنان سالم بن علي سعيد أبو هشام بحضوره المتواجد معانا، وأيضا الحضور الطيب من قبل الفنانين والشعراء والأدباء والمفكرين وكذلك المسؤولين اللي نورونا في مسرح المروج. نرجع مرة ثانية، الجانب الوطني دائما عالي عندك. أنا حبيت لو سمحت آمر أنا حقيقة تشرفت وغنيت لأبو هاني. نعم. غنيت له لحن. الله الله يا أبو هاني. وأيضا تشرفت وأن لحنت للفنان مدين بن مسلم والفنان محمد بن بركات. نعم. والفنان محسن الفقيه. نعم. لحلت من بعض الأغاني. نعم. بغنوها بأصواتهم الكبيرة يعني. الله لهم التحية والتقدير، كل الأسماء اللي ذكرتهم والأسماء اللي منورين معنا في مسرح المروج، هذا الشيء الحلو اللي ذكرته. وأيضا مسلم الكثيري. نعم. أبو فيصل موجود. موجود. غنيت له لحن. موجود. نعم. موجود. غنيت له أغنية. نعم. بعنوان أصرف الكاس. نعم. وأروي. الله الله الله، دائما فياض بأعمالك يا أبو هشام. جانب بس يمكن محطة أيضا في حياتك وهي محطة كثير رئيسية، يعني ما شاء الله تبارك الله الأعمال الوطنية دائما في توقيع الفنان سالم علي سعيد، إن كان أعمال نقدر نقول غنائية أو مهرجانات أو مشاركات في من خلال احتفالات داخل وخارج السلطنة، احكي لي شوي عن هذا الجانب. والله أنا حقيقة شاركت في دول مجلس. نعم. وبريتات. نعم. وبريتات القمة اللي تقام في البلد الفلاني والفلان. نعم. الفلاني. وأيضا كرمت في البحرين. نعم. من رواد الأغنية الخليجية أنا ومحمد عبده. وكان معنا شخص. نعم. ثالث. نعم. لكن والله ما ذكرت، ما أدري هل هو أحمد الجميري. أحمد الجميري الله يعلم. أي نعم. فما أدري. نعم. يعني نحن ثلاثة أشخاص. نعم. من رواد الأغنية الخليجية. يعني أنا ومحمد عبده. هذا على مستوى التكريم الخليجي. نعم. وبالإضافة أن في تكريم داخل السلطنة، ولكن أنا أتكلم عن الأغاني الوطنية، يعني من السبعينات أو حتى من بدايتك، والدليل الأول أغنيتين سجلتهم في الإذاعة. نعم. واحدة منهم أغنية وطنية والثانية أغنية عاطفية. نعم. ولكن استمر هذا النهج موجود عندك، في كل عام لازم تكون لك مشاركة. والله أنا حقيقة لي يعني حريص جدا أن أكون متواجد في المناسبتين. نعم. العيد الوطني. نعم. وثلاثة وعشرين يوليو. نعم. ولكن حالة الظروف لهذا العام. نعم. الظروف صحيحة. نعم. واللي سبقه فيعني نحن حقيقة نحن تكلمنا كثير في مثل هذا الكلام، إنه نحن أيضا ننظر للهيئة والمسؤولين في الهيئة يعني ينظروا للفنانين يعني الرموز، وفي أصوات. نعم. جميلة موجودة شابة يعني ما حد ينكرها. نعم. ولكن الاهتمام، لأنه إحنا كنا في السبعينات أو عفوا في الثمانينات كانت شركة سابكو. نعم. مدعومة من قبل صاحب. نعم. الجلالة. نعم. فكان الأموال فياضة في الأعمال، فياضة، وكانوا. نعم. يسجلون بعض الفنانين اللي يعني لبوا تسجيل. زي بذكر كان بتاريخ عام 1983 عام الشبيبة في لندن، كان لك مشاركة المفروض، بس رفضت في فترة معينة المشاركة، إيش السبب؟ والله هذا بلغوني الجماعة على أساس أنه في حفل، قلنا لهم زين ما عندنا مشكلة. نعم. بعد يومين جانا خبر ثاني، بدر بن حمد الله يذكره بالخير. نعم. قال يا سالم يمكن يشارك معكم أبو بكر. قلنا إلا هذه. إيه. يعني نحن إيش بنطلع عند أبو بكر؟ أصيل لا التحية والتقدير أبو بكر سالم. كيف كيف. هنا. حقيقة. هنا. يعني. هنا. طيب بالليل نجتمع، يجيني الله يرحمه عوض بخيت. نعم. وسالم عبد الله أبو عمر. نعم. محسن ناقي. وعبد القادر الحداد. نعم. مجموعة منهم. نعم.
هذول الزملاء دائما يومين يكون متواجدين. طيب عملت بروفة، عملت بروفة مع الفرقة، وبالليل لما أقول جماعة كلهم التموا قلت لهم يا جماعة أنا خلاص أنا أخرت في المشاركة بقى في الحفلة هذه. كيف؟ قلت لهم ما يصير يا أبو هشام خلاص أنت اسمك موجود. والله قالوا خلاص ما يصير، ناس معتمدين عليك. قلت لهم بالله هذه أنا ما أشارك. ليش؟ قلت لهم خلاص أنا سأل فيها أبو بكر، سأل فيها واحد عراقي اسمه فوز البكري، وفي يعقوب نصيب. صحيح. يعني أنا إيش بطلع عند هذول؟ أقول لك إيش؟ نزلوا عليه نزل. كل لا تنسى. كل واحد ينزل عليه مثل هذا. عبود الله يرحمه يقول أنت يعني أنت ما أدري تكون فنان. قل أيوة، لكن قال الفنان لازم يعني يتحدى ويروح ويشارك ويكون له تواجد. نعم. ويكون له جمهور وكله لازم. قلت لهم يا أخي إلا هذه. ما عاد بغيت لا جمهور ولا بغيت. والله بهذا الكلام. قالهم نزلوا عليه نزلة. كلهم كل واحد استلمني. كل واحد أعطاك دور. كل واحد أعطاني دوره. قلت لهم خلاص بشارك. زين. جاني قهد. ما عاد صرت أنام. بعد يومين عملت بروفة. من البروفة إلى الفندق إلى المسرح. المهم خلصت البروفة طلعت، كان معي خالد. لبسنا نزلت. هذا المسرح كذا. المسرح مفتوح. إذا يدفني أدخل المسرح. أنا لما جيت هنا وقفت. ما دخل. ما دخل. كان سالم عبد الله. وكان أنور بن محمد الرواس. كانوا أربعة جاهزين عشان يلعبوا برعة. فقلت يا خالد، قال نعم. قلت له لا تدفني. وأنا ما بشارك. وأنت على خشبة المسرح. على والله هكذا قسم بالله. قال كيف ما بشارك؟ مسكين يعني خجل خجول من الناس اللي يستحون. قال لي ما يصير سالم ناس جمهور والمذيع قد ذكر اسمك. ذكر اسمي. قلت له خلاص أنا برجع أروح. كان عنده سالم عبد الله. غمض له عينه. قال له دف رجال. دفني. دخلت على طول خلاص. على طول دخلت المسرح خلاص غنيت خلاص عشت الجو. اول اغنيه ارتحت لانه شفت في رده فعل الجمهور في قبول يعني لانه الجمهور مشترك خليجي زايد ناس مسؤولين سفراء ما سفراء فالحمد لله. فمن هذيك الليله اطلقوا على سابكو اطلقوا سابكو للفنون. اي نعم هذيك الليله هذيك الليله. اي نعم اي نعم. فبعد ما خلص الحفل لا بس المشهد هذا مشهد درامي يا ابو هشام والله. يعني اني اكون على خشبه المسرح وما ادخل ولكن اقذف الى المسرح عشان اغني هذيك اللحظه. وعدوا وعدنا ازيدك لما خلصت الحفل خلصت الفقره مالي. اي نعم. رحت على الطاوله فيها كان السيد بدر. اي نعم. وكان زوجته معاه. نعم. وبعض المسؤولين احسن احسان. نعم. بعض المسؤولين ويت وجلست. قالوا لي في وجبه على كيفك. نعم. سمك. نعم. انا ما اعرف اكل بالملاقه. نعم. شوكه وسكين وحرك. قلت لهم انا شبعان. ما يحتاج. اروح الحين بغيت اطلع باي طريقه من عند الجماعه. اريد اروح عند عوض. عوض بخيت جالس بجنب الثاني. قمت رحت لعند عوض قلت له انا بموت من جوع. وينك انا شبعان؟ كيف؟ قال ليش ما تعشيت؟ قلت له يا اخي انا ما اعرف كل معالق. يضحك حتى طاح فوق على الارض. والله طاح. الله يرحمه. وهشام بنعيش معاك الحين شويه في فيديو احنا عاملينه لمجموعه يعني جزء من اعمالك الوطنيه بنعيش معاها لحظات ونرجع ان شاء الله نكمل حوارنا معك. نعيش شوي مع هذا الفيديو للاغاني الوطنيه. مشرقة سانت بلادي هكذا الفرحة تغرد من دمائي من وادي كل عام بالمسرة.
أحضرت كل البوادي بفضل قائدنا المفدى بعد عونة ربي الله بعد عونة ربي الله من ضوء عيني وإيماني وروحي ومن فجر يومي ومن عطر رياحي جمعت باقات من حب التفاني وهديتها أرض الشرف والميامين فاني أعيش الصبا والطفولة يعمق إحساسي وعرضه وطوله ينك بصفح ما خشينا وقوله مغابة الشمس عن بلادي ولا حين على نهجه السالي المنصف النالي قامت عمان الخير والنهضة الكبيرة في منجد يا وطننا في أمجاد قائد على نهجة السري مدينة المسيرة وطني أنت يا حقل الربيع ترقص الألوان حوله والفراشات تجولا ترقص الألوان حوله والفراشات تجولا حصون شامخات شاع نور في السماء فاهتدى الغيمة وعانق وجه أرض الأنجما يا ولاء أبنيا يا سناء من سنا سر بلاد الضيفتان نبتدي هذا الحمام موطن الحب ورايات الأمالي ووسام المجد في صدر زمالي موطن الحب ورايات الأماني ووسام المجد في صدر زماني في سماك النور والضاح البيان حاكيا نهضة أبناء عماني أنت نور في سمانا أنت يا مرسى السعادة أنت يا ملقى منانا حبك ساد الإرادة أنت نور في سمانا أنت يا مرسى السعادة أنت يا ملقى منانا حبك ساد الإرادة في عهد زانت الدولة وزان المجد من حولة وفعلا قد سبق قول سليل العزة والشاني أدام الله مولانا قاموس طريق باني ويفدي بالأرواح شعب مصمم على السير نحو المجد ليس يحيد أماني الكبرى عمان عظيمة لها فوقها مات السماء خلود يا سيدي يا نجم عالي نهر العطاء يا حب غالي المجد لك أول وتالي لك في النسب أغلى مكانة هذه لمحات للأغاني الوطنية لضيفنا العزيز الفنان صوت الوطن سفير الأغنية العمانية الفنان سالم بن علي سعيد أبو هشام دائما مبدع يا أبو هشام دائما مبدع ما شاء الله تبارك الله أنا كذا بعجالة إذا كان ممكن نتكلم عن جانب التصوير وذكرياتك مع الكاميرا وتعاملك معها وفي موقف كذا كان في إحدى ولايات السلطنة كان الجو حار وصيف ولا القابل إذا ما غلط في القابل أي نعم كيف كان هذاك الجو؟ كنا نسجل الأغنية عشرة عمر وهذه الأغنية من كلمات سالم بن عبد الله الصومالي نعم. الله يرحمه إن شاء الله لا سالم أي نعم الله يرحمه أي نعم. على أي حال أي نعم. فسجلناها في القابل كان يعني وقت حر حر شديد مع هالي مع أبو قيس أي نعم سليمان الحارثي جابوا ماي جابوا معهم روب هنا جابوا حليب هنا ما بقيت حاجة تبرد على قلبك كله شربت من كثرة العطش هنا حتى هذا الشنان ماء هنا القربة هنا جابوا لي قربة فيها ماي هنا والماء والقربة هذه مليانة كلها تراب هنا كلها طين هنا والله أشرب الماء هذا بس بالعطش من العطش فحتى أشوف التراب في يدي
قلت معقول يعني جالسين نشرب بس سمي بالرحمن بس. ايضا يعني متميز كذلك في الحانك، واحدة من الاغاني عندك اغنية يراودني كذا مرة، كيف جت اللحن في سويعاتي اللي عرفتها انا؟ هذه الاغنية الله يسلمك رحت انا ازور احيانا الله يرحمه سالم بن فرخور مسالم كثير، هو له اغاني كثيرة غنيت له كثير، اين من يسمع نداي وغنيت له يا منيتي ولي مطلب كثير اغاني فكنت ازوره في المواصلات فكان الشيخ بخيت الله يذكره بالخير هو مدير عام المواصلات فجيت لعنده هناك بعدين كان الشيخ بخيت فقال لي يا رسالم عندي هنا نص بغيتك تغني قلت له زين شليت النص بعد ما شربنا شاي عنده طلعت وانا في السياره راجع حطيت على طول جبت اللحن هذا يراودني كذا مره والحين انا الحين جالس اركض على اساس انه اريد اروح اشيل مسجل اسجل اللحن عشان ما ابغى اللحن هنا وفعلا وصلت وسجلت اعمالك كلها من الحانك اغلبها اغلبيتها موسيقاي والحان جانب محطة كثير كذلك مهمة في حياتك الشخصية وتتكرر هذه المحطات وهو المقام السامي يعني نقدر نقول أول شيء أن رعايتك الصحية في الفترة الأخيرة هذه وفي نفس الوقت التكريم اللي حصلت عليه في 2007 نتكلم شوي عن هذا الجانب والله حقيقة أنا كنت من ضمن المكرمين كانوا من ضمن المكرمين كان الله يذكره بالخير ونوجه له تحية صالح زعل أستاذ الكبير وأمينة عبد الرسول وأنا كنت من ضمنهم وكثير من الناس من خارج عمان حتى من كل الدول العربية تقريبا أثر هذا الوسام عليك؟ والله هذا الوسام حقيقة هذا شيء فخر بالنسبة لي أنه زعيم البلد يذكرك ويعطيك وسام لأنه هذا وسام ما يعطى إلا الرموز والمخلصين لهذا الوطن نعم والحمد لله نتمنى إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن آمين إن شاء الله آمين. فكرمت وجزاه الله طبعا كثير من الفنانين أيضا كرموا عبد مسلم علي عبد الكريم نعم. نعم. أيضا كرموا نعم فزي إحنا عندنا شيء حلو يمكن الجماهير المقربة من أسرة الفنان يعرفون هذا الجانب ولكن جمهورك العريض على مستوى دول مجلس التعاون والوطن العربي وكذلك العالم المتابعين لك لأن بعض أشرطتك كانت موجودة كذلك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية برويكم فيديو هذا الفيديو يلخص هذا المثل هذا الشبل من ذاك الأسد الفنان أمير سالم بن علي سعيد نشوف مع بعض ودادك عذبي مزيون دوم الوقت حالي حلو النسايم لطيف الشوق والأشجان صافي ودادك عذبي مزيون دوم الوقت حالي حلو النسايم لطيف الشوق والأشجان أحبك أحبك منى روحي قربك أحبك أحبك منى روحي قربك آه لو تدري بحبك في صدري آه لو تدري بحبك في صدري مكانا لو حلا
بدك كل الملا عاد بعد بطابعك حلا بدك كل الملا يا دفا روحي وظلا وقلبي شلا وقلبي شلا وقلبي شلا وقلبي شلا وصافي يلا يا رب سالك منتظر فرج همومي واشل عني الكدر يا رزق الحي من صم الحجر انت الذي يومها تحيي العظام تحيا بامرك وترجع لك بشر وترجع الروح في لحظة بصر سبحانك الله انت المقتدر يا خالق الحوت في بحر الظلام قال الفتى بتليلي في سهر من شوق خلي وقلبي ما صبر لا خط منه ولا جاني خبر حتى تحية قطعها والسلام وانسى حسيني ومعروفي نكر وانسى الليالي التي فيها السمر يا كم في كم خوينا الوتر تحية للصوت الجميل أمير الله يسعدك ويهنيك يا رب إن شاء الله وش رأيك في أمير كصوت مع الأيام أحسن بيصير أحسن ها أحسن. خلاص شهادة من الوالد احنا بالنسبه لنا وجودك معنا ابو هشام مكسب رائع والله يشهد علينا والحاضرين جميعا وفي نفس الوقت انا عرفت ان في اغنيه حصريه لاول مره اذا سمح حسك الجميل مع عازف العود الرائع مسلم الكثير الى التحيه والتقدير مع الشباب ان نسمع ولو جزء بسيط الميكروفون تفضل هذا I
رسمتك مركب أحلام وبحر عيونك المرسى ونافر موجة الأجدار على شطك ترسيني على شطك رسمتك مركب أحلام وبحر عيونك المرسى ناطر موجة الأجدار على شطك ترسيني تكلم زيح جدار الصمت اللي بينك وما بيني أبي من وقفتك نظرة بطرف عيونك النعسة سامر حس أشواقي لدنيا الحب توديني أبي من وقفتك نظرة وطرف عيونك النعسة سامر حس أشواقي ودنيا الحب ترويني ودنيا الحب توديني أقول وشار إذا تبغى تختم اختم بعيد عن درب همساتك يطول الصبح والممسى أنا من الليل بعراق جي طيفك يصحيني بعيد عن درب همساتك يطول الصبح والممسى أنا من الليل بجفاك جي طيفك يصحيني أنا من الليل بأحلامك جي طيفك يصحيني على هجرك وتعذيبك على هجرك وتعذيبك وتبقى شكوتي خرسة أشيل الهم بعماقي ويظهر حزني بعينك على هجرك وتعذيبك وتبقى شكوتي خرسة أشيل الهم بعماقي يظهر حزني بعينك ويظهر حزني بعينك يظهر حزني بعينك ويظهر حزني بعينك شكرا أوجه تحية خاصة لصاحب هذه الكلمات. أنا حقيقة لحلت هذه الأغنية في 93، هذه الأغنية جتني في التسعينات، ولكن هي حصريا لأول مرة تذاع، أول مرة أغنيها. بعد الفاصل نكمل هذا الجزء. فما أدري صاحب الكلمات من لا هو كاتب اسمه على القصيدة، وإذا كان يسمعنا أتمنى أن يتواصل معي إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. فاصل وراجعي. لا تروح. يا ناس يا أهل الهوى أهوى جمال العيون من يوم كل رحل زادت علي الظنون يا ناس يا أهل الهوى أهوى جمال العيون من يوم كل رحل زادت
مشاهدينا الكرام، من خلال هذه الأمسية والسهرة ورواد الأغنية العمانية هو التكريم من قبل أسرة البرنامج لضيفنا العزيز باسم مهرجان صلالة السياحي العام 2017 تحت شعار عمان الرخاء والنماء للفنان صوت الوطن سفير الأغنية العمانية الفنان سالم بن علي سعيد. شكرا جزيلا. شكرا. أنا أيضاً مع الثلة الرائعة من النجوم والفنانين والشعراء. أنا أشكر أخواني وزملائي الفنانين وأشكر القائمين على هذا المهرجان، ونتمنى لهم كل التوفيق. وعلى أيضاً والشعلة للعطور، بعد قالوا لازم العطر سيد العطر. تسلم. يستاهل أبو هشام، يستاهل كل الشكر لشعلة للعطور. واحسنت يا ابو هشام، ونور الله دربك دائما، وان شاء الله دائما بصحه وعافيه ويخلي لك هالشبل الرائع. ومشكورين وتصبحون على خير. مع السلامه. مشكورين، جزاكم الله خير. مسافر مسافر ليما المسا غطى جناح ولا لما طاع عين زاح. مسافر 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 دام الهوى غنى جراح.